وعودة إلى الخبر الأبرز، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكاليزي الذي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول وعدد من مسؤولي الشركة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالي والمستقبلي في مصر في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، ترسيخا لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها.